فضيلة الشيخ، إذا كنت في أثناء صلاتي مع الإمام، أي في الركعة الثالثة، فركع الإمام وأنا لم أتم قراءة الفاتحة، فرفع الإمام من الركوع ثم ركعت بعدما رفع الإمام، فهل تعتبر ركعتي صحيحة أم لا؟ وماذا أفعل؟ يحفظكم الله. ركعتك غير صحيحة لأنها قد فاتت. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع وأنت لم تركع فقد فاتتك الركعة، والواجب عليك أن تركع مع الإمام ولو لم تكمل الفاتحة. إذا ركع الإمام وجب عليك أن تركع مع من تركع معه ولو لم تكمل الفاتحة، لأنها تسقط عنك في هذه الحالة. نعم.